السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة البيت السعيد. كما راكم تشوفوا وتلاحظوا اليوم حندي لكم تحلية بالحليب والشوكولاتة والمايزينا. حنشوفوا المقادير مع بعض. حطيت شوية حليب يجيو هكاك زوج كيسان حليب لحدا، وحطيت كلش بارد في بارد الحليب، خلطته ومن بعد زدت له مغرف مايزينا والسكر حطيت حسب الذوق. انا نشتي السكر الحق، نشتي التحلية تكون حلوة. حطيت قول بلك زوج مغارف كبار معمرين تاع سكر، انا نحطيتهم في الكاس وخلطتهم كما قلنا مغرف مايزينا. ومن بعد حطيت الشوكولاته الدائبه هذيك اللي نحطوها مع الحليب، خلطتهم مليح، حطيتهم على نار هاديه. ما تلقايها هكا شويه كما راكم تشوفوا، شوفوا هنايا راها تبقاو تحركوا برك هذوك، تبقاو تحركوا تحركوا تحركوا، راحت لي الهضره والله. تبقاو تحركوا تحطوها على النار هاديه وتحركوا حتى تتقال. كي تشوفوها تقالت كيما راكم تلاحظوا تحطوها في الكيسان ولا اي حاجه حابين نتوما تحطوا فيها، وتحطوها في الفريجيدير. والتزيين يبقى اختياري، انا درت كريمة الزبده ودرت الشوكولاته. هذا تزيين وكان سامبل، درته غير للاطفال شغل الشوكولاته، قصيتها بالموس وحطيتها، والاخر درت كريمة الزبدة وشوية صوص كراميل حطيتها من فوق. كانت الحق تحلية مليحة، نديروها في السهرة مع العائلة ولا مناسبة سهرة رومانسية ولا في رمضان. انا حبيت نشارككم بها، ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله طبقوها. انا نموت على التحليات، شوفوا كيف جات هايلة وتشهي من الذوق تاعها كان رايع. نتمنى يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، ديروا لنا لايك اذا عجبكم مع التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في البيت السعيد.